بجد تحيه بحضراتكم مره تانية، وبرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني النهارده في برنامج الاشبال، الكابتن احمد سمير المدير الفني لفريق 2005. ازيك يا كابتن احمد؟ اهلا بيك يا كابتن اسامه، وسعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن اسامه، شرف ليا ان انا اكون موجود مع حضرتك. طمنا بقى على فريق 2005 السنه دي. انت 2005 السنه دي؟ السنة بس السنه اللي فاتت كانوا معاك برضو 2005. يمكن كابتن 2005 بقى لها اربع سنين معايا، ودي السنه الخامسه ما شاء الله. فبقى لي عمر معاهم يعني زمان، حفظتهم خلاص. ما شاء الله، يمكن ما بين عشره كبيره ما بيني وما بين الولاد، والولاد يعني مرتبطين ببعض جامد. يمكن انا ماسكهم من السته وجول، يعني لما كنا بنلعب في دوري البراعم، انت عارف في دوري البراعم الموضوع بيبقى تبدا بخمسه وجول وسته وجول. يمكن انا في الموسم اللي كان فيه خمسه وجول دي كنت انا بضرب في اتحاد جده السعودي. فرجعت على النادي الاهلي تاني، كنت قبليها انا في النادي الاهلي ماسك ال 2001 وال 2 وال 3 سافرت سنه كده اتحاد جده ورجعت. فاول يعني اول رجوعي فمسكت فرقه ال 2005 دي، كانوا بيلعبوا سته وجول، كان دوري منطقه. بس كان دوري ما كانش اللي هي المهرجانات اللي هي بدون احتساب نقط وبتاع، ده كان دوري وكانت بطوله يعني. بس الاحسن ايه في السن كان الصغير خمسه جول سته جول، دوري ولا المهرجانات وكله؟ بص يا كابتن، هي كده 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 يعني بتخش في منافسه، يعني اللي انا عايز اوصله لك يعني هي لو هي طبعا ان المفروض ما تحطش الولد تحت ضغط نفسي وعصبي. بس اللي انا عايز اوصله لك يعني الموضوع بيبقى صعب جدا، وبيبقى ماتشات زي الدوري الممتاز زي اهلي وزمالك بالظبط. تلاقي الموضوع صعب جدا يعني فاهم الموضوع، يعني عارف ان هو المفروض ان هو ما يكونش فيه ضغط ولا منافسه، بس هي بتتحسب بنقاط. يعني المنطقه تقول لك ما فيش نقاط، ولكن اولياء الامور تلاقي على الفيسبوك حوالين السور كم اولياء الامور جميل، ده احنا جايبين من زاويه واحده بس. فالنهارده لما تلف كمان يعني ملاعب النادي الاهلي كمان بيبقى عليها ضغط كبيره جدا. انت عارف النادي الاهلي بينظم البطوله بتاع البراعم 2009 2008 و7 عنده في ملعبه، فبيبقى الجمهور بيبقى المهرجان تلاقي مثلا حوالي 20 فرقه يا كابتن اسامه متواجده. فاولياء الامور بيبقوا كتير جدا، واهاليهم بيبقوا موجودين معاهم، والله بيعملوا جو جامد جدا. يعني خلي بالك بيوصل العدد عدد اكبر من مباريات الدوري الممتاز دلوقتي يا كابتن. انا عايز يعني عايز اقول لك ان مباريات الاهلي وانبي او الاهلي والمقاولين في السن الصغير ده اللي هي منطقه القاهره، مش عايز اقول لك بيبقى الماتش مولع نار والله يا كابتن، يعني زي اهلي وزمالك كده. تمام. انت ابتديت مع 2005 بستة وجول وهم صغيرين، بعد كده سبعة وجول، طلعت معاهم سبعة وجول، وبعد كده ثمانية وجول، وبعدين اشتغلت معاهم في ال 11، وبعدين طلعت معاهم قطاع الناشئين كمان الحمد لله. يعني بشكر الكابتن فتحي مبروك على انه حطيني طبعا مع فرقه 2005 تاني، والواحد مبسوط يعني ان هو بقى موجود في قطاع الناشئين السنه دي. وكان عندنا مباراه الحمد لله، المباراه اللي فاتت كانت اول مباراه لنا. 7-0. الاختلاف ايه بقى؟ بتشتغل ملعب صغير 6 وجول او 7 وجول، بعد كده ملعب كبير 10 وجول، الاختلاف ما بين هنا وهنا ايه؟ بص يا كابتن، هو الموضوع يعني الحمد لله انا ماشي بسيستم معاهم، يعني انا ليا طريقه لعب معاهم من اول الستة وجول. الموضوع ما خدش صعوبه مني، يمكن انا مثلا لما كنت بلعب سته فكنت بلعب بليبرو باك رايد وباك ليفت واثنين في نص الملعب وراس حرب. كل سنه كنت بزود لعيب في مكان معين. فالموضوع ما خدش مني صعوبه، هي اختلاف المساحات بس، يعني اختلاف المساحات شويه. كل ما المساحه بتكبر، لان انت عارف كل ما بتلعب سته وجول المساحه اقل شويه، بتكبر شويه فبتزود لعيب او بتحط لعيب في المركز بتاعه السليم. فالموضوع ما مش فارق معايا كتير، يمكن هم حافظين شغل كويس قوي بفضل الله. ما فيش صعوبه، فاهمين بعض بشكل جيد، ولكن هي بس الموضوع بقى اللي هو اللي بيقابلك بس فيه صعوبه شويه مع الولاد، موضوع البلوغ، موضوع السن ده صعب شويه، اللي هو 14 سنه برضو لم يكتمل النمو الذهني ولا العضلي ولا العصبي الولد، فبتلاقي في فروق فرديه ما بين اللعيب. ممكن تلاقي ولد، طب قبل ما اكمل عايز ارجعك كده الفيديو، عايزك تفتكره معانا ولا ايه؟ فاكر فاكر اللقطات دي؟ طبعا. ده في ماتش اعتزال كابتن اكرامي. كان طبعا اسطوره. احنا بس عايزين نعرف الجماهير والمشاهدين من قناه النادي الاهلي ان اللابس احمر الصغير الشبل الصغير الكابتن احمد سمير المدير الفني لفريق 2005 مع الكابتن محمود الخطيب، ده كان في مهرجان اعتزال. ده كان في مهرجان اعتزال كابتن اكرامي، لان قبليها بسنه كده كان كابتن اعتزال كابتن محمود الخطيب. كنت نزلت قدام الصورة. يعني مش واضحة قوي عشان طبعا الفيديو قديم. ففي اعتزال كابتن محمود الخطيب كنت نزلت قدام 120,000 متفرج، قعدت بتاع 20 دقيقة كده الكورة ما نزلتش على الأرض. فبعديها بسنة على طول اعتزال كابتن إكرامي برضو طبعا النجم الكبير. فنزلت عملت عرض كده، يعني لقيت الكابتن محمود الخطيب قدام، فلقيته بيقول لي تعالى يا أحمد، فأنا مش مصدق نفسي طبعا، بقى حاجة يعني الواحد بيفتخر بيها لحد ما أموت يعني.
طيب نروح بقى الفريق 2005. انت قلت لي بتشتغل معاهم دلوقتي، هي عمليه اللي بتفرق عمليه المساحه. فزي ما بقول لحضرتك المساحه، ففي ولاد بيبقى اجسامهم صغيره شويه، اما كانوا بيشتغلوا في المساحه الصغيره في الخمسه وجول والسته وجول والسبعه وجول، فما كانتش الصوره برضو ذكروني. ده طبعا يعني كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي 11 سنه، كنت بتمرن 11 سنه. كان اللي بيمرني ايامها كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري كان هو اللي بيمرني ايام. انا كنت جيل بقى طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وطارق السعيد وجه علينا بقى بعد كده كابتن محمد فاروق فبس زي ما بقول لحضرتك، هنرجع لموضوعنا تاني، موضوع الاجسام. في السن الصغير بقى اللي هو المساحات الصغيره في السبعه وجول والثمانيه وجول فممكن الاجسام الصغيره والولد اللي عنده سرعه ورشاقه ومرونه بيبقى باين شويه، بيبقى لعيب كويس في المرحله دي. فلما الملعب بيكبر شويه ولو جسمه لسه ما حصلوش عمليه النمو والطفره الجسمانيه فبتعطله شويه. فالنهارده الملعب الكبير بس كابتن اسامه يعني محتاج صحه شويه طبعا، سرعه وقوه محتاج القوه بجانب المهاره. انا من النوعيه اللي بحب المهاره الاساسيه في كره القدم، بحب الولد اللي عنده مهاره، بحب الولد اللي عنده المراوغه، بيشتغل واحد ضد واحد زي ما انت عارف يا كابتن. انت نوعيه الشغل بتاعتك دايما يعني كان عارف المدرب الاجنبي اللي كان عندنا الهولندي كوره بتعتمد دايما على المهاره. أنا واحد ضد واحد اشتغلت شويه في النادي الاهلي منصب يعني حاجه اسمها مدرب المهارات في النادي الاهلي. يعني اول ما جيت النادي الاهلي اشتغلت حوالي سنه مدرب مهارات. كنت باخد الولاد اللي هم في الفرق كلها بتاعت البراعم. ده كان مع الكابتن عبد النبي عاشور. فكان اول فرقه كان ايام فرقه 97 بتاعت رمضان صبحي وكريم ندفد. كنت بشتغل معاهم مهارات بس، وبعد كده بقى اشتغلت مدير فني بقى بعد. فالحته بتاعت المهاره دي يعني انا بحبها بحبها في السن الصغير. والولاد دي يعني الحمد لله زي ما بقول لك كابتن، بجانب المهاره بقى حافظين، يعني حافظين التمركز بتاعهم عامل ازاي، واقفين في الملعب ازاي، شكلهم لعيبه كبار. هم 14 سنه بس يعني تشوفهم في الملعب حاجه تفرح وحاجه كويسه. في السن بتاع 2005 ده عملية التواصل المدير الفني أو الجهاز الفني مع اللعيبة مهمة جدا، هل برضو الولاد في السن الصغير ده عملية السوشيال ميديا برضو والتواصل كده برضو بتشغلهم، فأنت ليك مدخل خاص معاهم في الحتة دي ولا الأمور أصل العملية مش عملية ملعب وتمرين بس، لازم يبقى في عملية التواصل دي مهمة جدا. والله يا كابتن أسامة زي ما بقول لك الولاد دي قريبين مني جدا زي ولادي بالظبط، يعني أنا متواصل معاهم، يعني بنقعد مع بعض ساعات أما بلاقي لعيب مثلا، يعني لو في لعيب جاي مستواه قالل شوية أقعد أتكلم معاه، أقعد معاه يمكن أقربهم في مش عايز أذكر اسمه، يعني قعدت معاه في الملعب بعد التمرين يجي ربع ساعة. والولد ده لعيب كويس جدا جدا، يمكن كان من اللعيبة اللي سافرت المنتخب السنة اللي فاتت. ولكن هو راجع في حاجة غلط، فبقعد معاه أتكلم معاه. بتقعد على النت كتير، التليفون، انا لو شفتك قاعد على الفيسبوك، انا لو شفت لا والبلاي ستيشن، الحاجات اللي هي اللي بتاثر عليك كلاعب، قربك من ربنا، الصلاه في مواعيدها، فبتكلم معاهم في كل حاجه بحيث ان الولاد دي يعني يبقوا عارفين ان الكوره مش كوره جوه الملعب بس، كوره بره الملعب ولها عوامل كتيره جدا عشان توصلك للنجاح، انك تقرب من ربنا بشكل كويس جدا، وان تحافظ على نفسك وتحافظ على صحتك، لان برضو الولاد في سن خطيره يا كابتن. 14 سنه برضو ده مرحله داخل على مرحله برضو التكوين شخصيه بيبدا ان هو خلاص بقى حاسس ان هو بقى يعني خلاص يا كابتن كل سنه بتختلف. انا فاكر ان هم كانوا 7 سنين و8 سنين مفيش حاجه خالص، ما كنتش بسمع صوتهم، انما دلوقتي انا حاسس طبعا المعامله اتغيرت، بشوفهم دلوقتي بيتجمعوا مع بعض وبيخرجوا بيتصوروا مع بعض، فالموضوع مختلف. ده جزء من تمرين المهارات اللي كنت بتتكلم عنها لما بتاخد مجموعه وبتعلمها دايما المهارات. الجهاز الفني بتاعك مين يا كابتن احمد؟ معايا طبعا يا كابتن النجم الكبير كابتن معتز اينو نجم مصر المدفعجي، ده من الشخصيات الجميله جدا، مدرب كويس جدا ما شاء الله عليه، يمكن بيضيف لنا حاجات كتيره جدا السنه دي باسمه بشخصيته بتمرينه، راجل عايز يتعلم وراجل هو مدرب كويس جدا، مشروع مدرب كويس جدا. معاك كابتن احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى، مدربين الكبار والمدربين الكويسين في النادي، قالوا حوالي 6 7 سنين شغال مع فرق النادي طبعا. ومعايا كابتن محمد نحله المعد البدني. محمد نحله برضو ده من الدكتور عنده الحته البدنيه دي، برضو هو عارف ان هو ما بيدش في الولاد بشكل بدني جامد جدا، لان انت عارف المرحله دي خطيره. فمحتاجه نوع بدني معين، الاداء الحركي الفوتورك والكوردينيشن. فده برضو من الناس اللي عامله شغل معايا كويس جدا. ومعايا ناجح مدلك وعم سعيد وسيد عرفان اداري. طيب اروح بقى للدوري، اول مباراه لك مع الدوري مع الشباب الاميريه 7-0، نتيجة ما شاء الله هايل. هل بتبص في السن ده على النتيجة بس
ولا الاداء والشغل اللي انت بتطلبه من اللعيبه مهم انه ينفذوه حتى لو مش بنسبه 100% يبقى فيه نسبه كبيره تنفيذ في السن. بص يا كابتن هي معادله صعبه شويه، انت بتلعب في نادي كبير قوي نادي اسمه النادي الاهلي، احنا متعودين من صغرنا يمكن انا متربي في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين فعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف برضو ان الولاد اليوم اللي بيحصل فيه تعادل للفرقه ده بيبقى يوم مش طبيعي علينا كلنا. طبعا انا طبعا يعني المفروض ان انا انفعالاتي ما تظهرش على الاولاد لان الكوره ما بتمشيش زي ما انت عايز على طول، اكيد بيبقى في مره سوء توفيق، في عدم توفيق سواء تعادل او خساره، ولكن هم عارفين ان التعادل في النادي الاهلي ده شيء صعب جدا، هم بيبقوا عارفين ان الموضوع صعب بالنسبه لنا، ولكن انت الموضوع نفسي يعني الموضوع برضو ان انت بتحاول ان انت تقول لهم انا عايز اوصل لاعلى درجه من الاداء الفني، اتمرن كويس جدا، ما استعجلش، انا عندي حاجه في التمرين وهدف في التمرين، عندي مثلا ان انا بشتغل على الاستحواذ او بشتغل على الاستخلاص او بشتغل على فقد الكرة فكل حاجه او كل حاجه من الحاجات اللي انا بقول عليها دي لها وحده تدريبيه عندي اسبوعيه او شهريه، ما اطلعش من حاجه لما اشتغل على حاجه كويس جدا. يعني باخد مثلا في لحظه الضغط والاستخلاص بتاخد مني مثلا حوالي 3 اسابيع ما اشتغلوهاش كويس، الهدف ان انا انفذها في المباراه لو نفذتها كويس في المباراه ربنا هطلع على الاستحواذ. فمهم جدا ان انا اما بنفذ الشغل اللي انا اخدته في التمرين يتنفس في المباراة. ويز. يمكن الماتش اللي فات يا كابتن أسامة بنلعب فرقة اسمها الأميرية، فرقة محترمة، فرقة كويسة مش يعني مع يعني واقفين في نص ملعبه ما بيتحركوش يعني عند الجول واقفين لحد الدقيقة 42 يا كابتن ما جبناش جول، انت عارف احنا بنلعب 45 و45 فقلت له ما تستعجلوش العبوا على مهلكوا ودوروا الملعب واشتغلوا على شغلك اللي انت بتشتغل عليه الطبيعي. جبنا جول في الدقيقة 42 المباراة فتحت بقى بفضل الله يعني في الدقيقة 45 جبنا الجون الثاني، الشوط الثاني بقى ما شاء الله جبنا 5 اجوال يعني فالحق وضيعنا اهداف كتير يعني. كويس يعني انت بتبص النهارده بتعمل المعادلة ما بين اداء المكسب بين والاداء وبنشوف بنسيب المكسب يعني بقول لهم اعملوا اللي عليكم والمكسب ده على ربنا يعني. طيب نقطة مهمة بالمناسبة انت المجموعة بتاعت النادي الاهلي في منطقة القاهرة 2005 بتضم فرق الظهور والنصر وطلائع الجيش ومركز شباب الأميرية ومصر التأمين 15 مايو ومقاولين عرب مركز شباب التجمع اتصالات مصر الجديده وحلوان الرادي ودوري مجموعتين بياخدوا اول وثاني من هنا واول وثاني من هنا بعد كده بيلعبوا تصفيات صح كده مظبوط؟ تمام يا كابتن. طيب حته بقى موضوع التزوير والتسنيد في السن ده بتظهر وبتفرق جامد جدا يعني عكس برضو الفرق الكبيره، مع ان كان الكابتن عمرو انور مره معايا بساله بقول له هي بتفرق في الصغيرين بس والكبار، لا قال لي لا بتفرق في الصغيرين والكبار كمان، لما ولد مثلا عنده 19 سنه وتلاقي بتلاعب ولد عنده 24 سنه عنده نضج في الفكر عنده نضج في الفكر وفي الحركه وفي القوه في كل حاجه اكيد هتاثر في في السن الصغير، يعني الامور دي بتبص لها ازاي خاصه انت كنت بتتكلم يعني 2005 ولاد 14 سنه لما تلاقي ولد عنده 19 سنه بتواجه الظروف دي ازاي؟ يعني مع احترامي بس لحضرتك انت بتتكلم في نقطه فعلا هي من 14 سنه ل 16 سنه تبقى واضحه وصريحه بشكل غير طبيعي. انت عارف يا كابتن ان في مرحله يعني في لعيبه بتلعب فريق اول 17 سنه، يعني رمضان صبحي لاعب في النادي الاهلي وعنده 17 سنه. انما مرحله 14 سنه دي زي ما بقول لحضرتك تلاقي ولد لسه لم يكتمل النمو الذهني ولا العضلي ولا العصبي. فبتقابل ولد تاني حصل عنده النمو. فما بالك بقى بلعب مزور سنتين اتنين، يعني ولد عنده 16 سنه بيلعب ولاد عندهم 14 سنه. بس يا كابتن في الملعب الكبير لما بيزق الكوره في مساحه محدش بيجيبه. فالموضوع صعب جدا، انما زي ما بتتكلم مع الكابتن عمرو انور فعلا واحد عنده 18 سنه بيلعب واحد عنده 20 سنه. 18 سنه ده بيتمرن كويس ممكن ياخد جرعه تمرين فريق النادي الفريق الاول للنادي الاهلي. ولكن اللي عنده 24 سنه ده زي ما الكابتن عمرو بيقول عنده نضج وعنده قرار وعنده خبره ولعب كتير فبياخد قرار غير الولد بتاع 18 سنه بياخد، انما الاكتمال بقى في الصحه زي بعض. انما من 14 ل 16 سنه لا في اختلاف كبير جدا يا كابتن. احنا بيقابلنا لعيبه انا كابتن يعني نفسي اولياء الامور اللي هي يعني بيودي ابنه اختبار النادي الاهلي مثلا تحت مواليد 2005 فهو ما بيقبلش لان اللعيبه اللي عندنا في النادي الاهلي جامده. تفوجئ يا كابتن ان هو راح عمله 2007 في نادي تاني شهاده ميلاد تانيه وحاجه تانيه يعني نفسي يكون في رقابه اكتر من اتحاد الكوره والمنطقه انا عايز اقول لحضرتك حاجه تتعمل لازم يتعمل في السن المبكره دي عشان نقدر يعني حتى نحافظ على المواهب بتاعتنا. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه احنا لعبنا الماتش اللي فات بدون كرنهات والله يقسم لك بالله يعني الحكم ما هوش كرنهات احنا بقينا بنصور في اللعيبه يعني بقينا بنصور في اللعيبه يعني لا مش يعني في كان في تعطيل بس في المنطقه شويه بالنسبه للكرنيهات في ناس وافقت انها تلعب وفي ناس ما وافقتش انها تلعب يعني في ناس ما وافقتش يعني 2006 عندنا ما رضوش يلعبوا انت قصدك الكرنيهات بتاعه اللعيبه
طبعا بتاعت المنطقه طبعا يعني كان ممكن اي حد يلعب اي حد في ماتش زي ده طبعا. وفي وحصلت كتير الاسبوع اللي فات يا كابتن. لا مفيش رقيب في الحته دي بشكل جيد. لا المهم يعني المفروض اصلا انت عارف يا كابتن برنامج التدريب ال 14 سنه غير البرنامج التدريبي ال 16 سنه. فالاب اللي فرحان بابنه ان هو بيلعب في المرحله دي لا ما تفرحش لان هو هيجي عند سن معين وهيقف طبعا مش هيكمل طبعا. واصحابه اللي كانوا متاخرين عنه هيسبقوه. موضوع زايد جدا يا كابتن اسامه بصراحه بمنتهى الامانه زايد بشكل غير طبيعي. يعني هو عايز ابنه يلعب وعايز يبقى فرحان ويبقى مبسوط ويا ولد وبرافو فرحان وابني جاب جول وجاب جولين وهو مش واعي ان هي مرحله معينه وخلاص وهتقف عند حد معين. طيب عايز اروح بقى يعني المواهب الموجوده في فريق 2005. كنا النهارده واخدين تشكيله الاسبوع والافضل في الاسبوع كان في اثنين لاعبين من فريق 2005 عبد الله البستانجي وكان الثاني طارق فارس خالد عبد الرحمن خالد اللي هو فارس هو فارس عبد الرحمن خالد اللي هو فارس, فارس يعني شهير بفارس. الاثنين لعيبه يعني عبد الله بيلعب ايه مركزه ايه؟ عبد الله ده جالنا من فاينورد الضرب الاحمر السنه اللي فاتت جبناه كان كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي بصوا عليه واتفرجوا عليه وكان كابتن جمال السيد كنت عارف كان هو المدير الفني معانا السنه اللي فاتت. هو لعيب كويس بيلعب في المنتخب بتاع منتخب القاهره كويس. اللي خدوا البرونزيه مع الكابتن علاء عبده في اللي كانوا في اليابان فولد لعيب كويس جدا وولد مساك اضافه للفرقه وعامل معانا شغل كويس ما شاء الله يعني عليه فمن اللعيبه اللي اضافت للفرقه السنه دي وفارس ده معايا من السته وجون لعيب من اللعيبه اللي هي كويسه في نص الملعب عنده رؤيه عاليه جدا وكورته عاليه جدا ما شاء الله عليه يعني مش فارس بس بقى وعبد الرحمن طيب ايوه انا عايزك برضه يعني لا يعني عندنا اتكلمنا احنا خدنا الاثنين دول عشان المباراه السابقه اللي كانت امام شباب الاميريه يمكن ده مساك جاب جول وفارس جاب جولين ومجان الموضوع مش بالاجوال طبعا هم ادوا اداء كويس جدا كويس. وعملوا مباراه كويسه جدا هم الاثنين بجانب زمايلهم يعني فطبعا هم مش هم الاثنين بس يعني اللي هم نجوم الفرقه يعني كلهم نجوم وكلهم لعيبه كويسه جدا على اعلى مستوى. يمكن انا بدات الماتش اللي فات بتشكيل حازم جول وكان عندي بوستانجي ويوسف ثروت لعيبه كويسه جدا ويوسف جمال ومارادونا وكان فارس ويوسف عفيفي وكان عندي طارق فوزي وسيف ايمن ومعتز في نص الملعب ومحمد احمد ابو العمام راس حرب. التغيير كام في المشهد؟ ثلاث تغييرات بس قليله. اتمنى بقى ما دي بقى اللوائح اللي ايه قليله ممكن نقدر نتحكم فيها منطقه القاهره تزيد التغييرات تزيد اصل هو مش يعني مش قانون رباني احنا ممكن نعملها خمس تغييرات ست تغييرات ونفتح مساحه مشاركه اكبر للاعبين عشان نفتح يعني والله يا كابتن فرص الموضوع أكثر. ده اقسم بالله انا بناشد بيه لان في مشاكل هتبقى يعني مش عايز اقول لك انا عندي لعيبه كويسه جدا يعني في ناس ما لعبتش الماتش اللي فات لعيبه جامده جدا يمكن اجمد من الموجودين في الملعب بس انت بتعمل بقى روتيشن تشوف تلعب ده وتلعب ده وتلعب ده الماتش الجاي لان فعلا ثلاث تغييرات قليل جدا على كميه اللعيبه اللي موجوده بره وبعدين 45 دقيقه و45 دقيقه مش كافيه لسن 14 سنه فانا بناشد فعلا المسؤولين ان هم يعملوا لهم خمس تغييرات ست تغييرات السنه اللي فاتت كنا بنلعب ثمان تغييرات فمهم جدا يا كابتن ان احنا دي مهمه وانا اتفق معاك والثلاث تغييرات اللي نزلوا بس عشان ما انساش يا كابتن نزل محمد رأفت تمام ويحيى احمد ويوسف سيد عبد الحفيظ تمام. اخيرا بقى كابتن احمد كابتن فتحي مبروك يعني علاقته مع المدربين في القطاع ودايما بيكون مساند وموجود معاكوا في كل المباريات. بص يا كابتن انا عايز اقول لك كابتن فتحي مبروك من الشخصيات اللي هي بتحب شغلها جدا ومن الناس اللي هي بتتعب معانا جدا مش عايز اقول لك من اول يوم في الاختبارات والله يا كابتن من الساعه 7 الصبح او من الساعه 6 الصبح كابتن فتحي بيبقى قاعد معانا لحد الساعة 8 بالليل او 9 بالليل ما شاء الله تبارك الله ربنا يديله الصحة يعني هو يعني احنا كنا بنبقى بينزل مع اللعيبة والله يقسم بالله كابتن بيعمل مجهود غير طبيعي مجهود غير طبيعي معانا وعلى طول مركز معانا واللي ناقصكم ايه يا اولاد وبيقف معانا هو وكابتن اكرامي يمكن انا اتبسطت جدا لقيت الماتش اللي فات كابتن اكرامي موجود معانا في ملعب شباب الاميرية قاعد ومعاه كابتن فتحي على طول الماتش اللي جاي عندكم مين؟ 15 مايو ان شاء الله عندنا ان شاء الله بمشيئه الرحمن باذن الله واللي بعده المقاولين برده يا كابتن ان شاء الله لا 15 مايو بره لان الماتش اللي جاي ده باي 15 مايو بره والمقاولين عندنا في ملعبنا المقاولين العرب ان شاء الله تمام شرفتنا ونورتنا يا كابتن احمد ربنا يخليك يا كابتن اسامه وسعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك والله احنا اسعد والله ربنا يخليك بتمنى لك ان شاء الله التوفيق حبيبي يا كابتن مصر متشكر جدا. دي كانت نهايه حلقتنا مع كابتن احمد سمير مدير الفني لفريق 2005 بالنادي الاهلي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق وكل المدربين وكل اللاعبين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده مع الاشبال.